السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أحلى متابعين ومتابعات. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح طريقة عمل الشاي المغربي أو ما يصطلح عليه بكلمة أتاي. نعرف أن الشاي المغربي من الشاي المعروف عالميا، سواء إفريقيا أو عربيا أو عالميا. مكونات الشاي بسيطة جدا، السكر، النعناع والشاي. نقوم ب غلي الماء على الغلاي الكهربائي أو على الغلاي العادي. نغلي الماء جيدا، وهكذا نأخذ كمية من الماء على حسب البراد، وما يصطلح باللهجة المغربية البراد هو الإبريق. قل لي شو تسموه، الإبريق أو البراد في لهجتكم، خليوا تعليقات واللايكات. نقوم بفتح هذه الغلاقة، أنا أسميها الغلاقة بطبيعة الحال. نأخذ كمية من الشاي على حسب المقدار، ملعقة صغيرة، ملعقتين صغيرتين. نقوم بإضافته على إبريق أو البراد باللهجة المغربية، نحن نسميه البراد باللهجة المغربية كما تلاحظون. نوع من هناك أنواع كثيرة من الشاي المغربي. نقوم بصب الماء قليلا، تقريبا نصف كأس من الماء، لنقوم ماذا إخواني، نقوم بعمل التشليلة. هذه التشليلة مهمة جدا وغادي نحتفظوا بها. نقوم بعمل حركة دائرية هكذا كما ترون أصدقائي، حركة دائرية، حركة دائرية، حركة دائرية، حركة دائرية. كما تلاحظين نقوم بأوراق الشاي أن تطلق، و ذاك الجرعة الأولى من المكونات نقوم بصبها في الكأس هكذا إخواني أخواتي. هي طريقة سهلة وبسيطة، الشاي المغربي شيء لذيذ جدا. نقوم بصب الكبة الأولى في الكأس هكذا إخواني أخواتي، ونقوم الآن بإضافة الماء، الكمية التي يستوعبها الإبريق أو البراد باللهجة المغربية. طيب كما قلت لكم نضيف ماء قليل ونضع يطبخ أو يشحر على نار مهيلة، على نار هادئة. نضع على النار هكذا إخواني كما تلاحظون. أهلا وسهلا فيكم، أكيد راح أعزمكم على كوبيتشي. نقوم بإضافة التحريكة الأولى، نقوم بإضافتها وننتظر لأن يقوم أتاي بالتشحر. هذه عملية التشحر لأنه الشاي يجب أن يطبخ جيدا. نضع على النار هكذا إخواني أخواتي وننتظر. كيف حالكم مع حلويات مثل كعب غزال أو الفقاس أو حلويات أو خبز أو فطائر يأتي في الصباح في العشاء؟ لأن المغرب، الشعب المغربي يحب الشاي. تجد في كل المنازل المغربية الغنية الفقيرة أستاذ، محامي، طالب، عالم، فنان. نضع السكر على حسب الذوق. أنا أضع دائما تقريبا واحدة ونصف من السكر على حسب الذوق. هناك من يريد الحلاوة، وهناك من يريد المساسة. المسوسة، من جبت هذه المساسة؟ كنخليو الشحر إخواني أخواتي، كنخليو يتشحر مزيان هكا. هنا كان قبل ما يفيض ردوا لي البال. انا بالمناسبه رفض ليا جات النار كما كتشوفوا، غادي يفيض ليا، ولكن ماشي مشكل، خير، كلشي من عند الله. غادي نضيفوا النعناع جيدا، نقوم بدعكي هكذا من اجل ريحه لومات او النعناع. نضعه هكذا، والان نقوم بعملية الشقلبة، تسمى عملية شقلب 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 يا شقلبة. نقوم بأخذ الإبريق هكذا إخواني أخواتي، ونقوم بسكب الشاي ونرفع الأيدي إلى الأعلى، ونقوم بتحويط الشاي مع النعناع والسكر لكي يتما يتا 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 يتجانس المكونات، السكر والنعناع والشاي. هكذا هي طريقة تحضير الشاي. شكرا لكم إخواني أخواتي، هذا فيديو بسيط. وأنا الآن أقوم بشرب الشاي وأقوم بعمل التعليق على الفيديو.
صراحة رائع جدا. الله، تحياتي لكم، شكرا لكم جميعا. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجاب ديالكم، احبكم كثيرا. لا تقل عليه باللايك، ولا تنسوا حملة توصيل هاري 100,000 ان شاء الله قبل سنة 2024 ان شاء الله. قدها وقدود، حط لايك وشارك الفيديو، شاهد الفيديو من الاول الى الاخر، وقم بعملية شير. شحال عندك في اللايف؟ 1300. ما قدانيش. وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو.